هذا الأسبوع تم إعادة فتح أبواب 13 متحف وموقع أثري في محافظات القاهرة، الأقصر وأسوان، أبوابها مرة ثانية أمام الزائرين بعد تقريباً 100 يوم من الإغلاق الكلي. طبعاً ده كان بسبب مواجهة فيروس كورونا. بالتأكيد مسألة إعادة فتح هذه المتاحف والمواقع الأثرية هيساعد على عودة تدفق الحركة السياسية شيئاً فشيئاً، السياحية عفوا شيئا فشيئا. ويمكن عن هذا الحدث الهام جدا معنا عبر خاصية اللايف فيو دكتور نيفين نزار معاون وزير السياحة والأثار لشؤون العرض المتحفي. يا دكتورة أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. كلمينا بقى يا دكتور عن مسألة إعادة فتح مرة أخرى المتاحف في مصر وعودة الزيارات مرة أخرى ليها، التجهيزات كيف كانت؟ كيف كانت أيضا الأبواب بتفتح خلال إحنا في نوع من أنواع التعايش دلوقتي مع فيروس كورونا، فإيه اللي حصل يا فندم للاستعدادات؟ تمام، زي ما حضرتك اشرتي بالظبط دلوقتي في مرحله تعايش مع جائحه فيروس كورونا وشان باقي دول العالم. وزاره السياحه والاثار بدات مؤخرا في فتح مجموعه من المتاحف والمناطق الاثريه، وده طبعا بعد اتخاذ كافه ضوابط السلامه الصحيه والاجراءات الاحترازيه اللي اصدرتها الوزاره في الفتره الاخيره عشان نبدا في الفتح الجزئي التدريجي للمتاحف تمهيدا لاستقبال واستئناف حركه السياحه الوافده لمصر ان شاء الله على خير. فاحنا اخترنا مجموعه من المتاحف والمناطق الاثريه الهامه على مستوى كافه محافظات القاهره. بدانا بمحافظه القاهره، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القبطي، المتحف الاسلامي، منطقه الاهرامات طبعا، قلعه صلاح الدين، محافظه الاسكندريه، متحفين، متحف اسكندريه القومي، متحف المجوهرات الملكيه، مطروح، وطبعا المدن الساحليه كان مهم جدا زي متحف الغردقه، وفي الجنوب كمان متحف النوبه ومعابد أبو سمبل والأقصر والكرنك والدير البحري، كل ده عشان نبدأ نستعد بشكل تدريجي لاستئناف حركة السياحة مرة تانية. وطبعا أنا بس يعني حابة أكد على أن التجربة دي مهمة جدا لينا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي على مستويين. المستوى الأول أن احنا دي هتبقى فرصة للعاملين في المتاحف من أمنا وأفراد أمن، كمان المناطق الأثرية المفتشين الآثار اللي فيها والإداريين وأفراد الأمن إن هم يتدربوا على التعامل مع الزائرين في ظل الاحترازات أو الإجراءات الاحترازية الجديدة. من ناحية تانية إعادة تقييم التجربة دي هتساعدنا في قياس مدى نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية، مراقبة حركة نشاط الزائرين في المتاحف والمناطق الأثرية عشان نقدر نستفيد بيها في الفتح الكلي. يعني اللي احنا فيه دلوقتي ده مرحلة أولى تمهيد بشكل تدريجي عشان نبدأ نستأنف حركة السياحة بقى الخارجية جراديولي. وزي ما حضرتك عارفة أكيد الكام يوم اللي فاتوا بدأنا بالفعل نستقبل أفواج سياحية في المدن الساحلية، ودي طبعا حاجة مبشرة جدا.